صلاة السلام على اشرف المرسلين. اهلا ومرحبا بكم اعزائي محبي ومتابعي قناة الشعراوي والشعراني. درس النهاردة ان شاء الله تعالى ازاي تختار موبايلك صح. لما بتيجي تشتري موبايل جديد بتحتار تشتري ايه، سامسونج ولا لينوف ولا هواوي ولا اوبو ولا ايفون ولا ايه بالظبط، وعلى اي اساس هتشتري. لانك ممكن تجيب تليفون غالي وما يكونش فيه المميزات اللي انت بتحتاجها ولا اللي بتدور عليها. طب ايه اللي هتخلي بالك منه انت بتشتري وايه اللي تركز عليه؟ في الفيديو ده ان شاء الله تعالى هقول لك على شوية نصايح هيفيدوك جدا وانت بتشتري اي تليفون وانت بتشتري اي موبايل. اول حاجة فلوسك او ميزانيتك هي اللي هتحدد انت هتشتري ايه، اي منتج من المنتجات اللي في الاسواق. تاني حاجة انت لازم تحدد ايه اللي بيهمك في الموبايل اللي انت هتشتريه، او هتستخدم الموبايل ده في ايه، بتحب التصوير مهتم بيه ولا بتلعب جيمز بتقعد على النت كتير، ولا بتحب تسمع ملفات صوتية، ولا بتهتم بتتفرج على الميديا. عشان اسهل عليك الامور دي كلها ان شاء الله تعالى هقول لك على احسن موبايلات في كل فئة من الفئات دي. لو انت بتحب التصوير وكل حاجة وكل حاجة بتشوف بتحب التصويرة، يبقى لازم تجيب موبايل كاميرته نظيفة عشان تصور براحتك بالليل او بالنهار وما يحصلش اي مشاكل وانت بتصور. طبعا افضل 10 موبايلات تصوير وكاميرا كويسة ما فيهاش اي حاجة، من افضل الموبايلات دي يا شباب جوجل بيكسل وسامسونج جالاكسي اس 7 واتش تي سي 10 وسوني اكس بيرسون وايفون 7 واي جي تي وجي 5 ونوت 5 وايه تاني، وسامسونج جالاكسي اس 6 وهواوي ميت 10 وايفون 6 بلس. دي من افضل انواع الموبايلات حقيقة فعلا في التصوير. تاني حاجة لو بتحب تلعب جيمز كتير وبتقعد على الانترنت كتير، يبقى انت كده يا معلم محتاج رام عالي وبروسيسور قوي. زي ايه؟ من احسن 5 موبايلات فيهم بروسيسور قوي ورامات كويسة جالاكسي اس 7. جالاكسي اس 7 ده شباب فيه بروسيسور قوي جدا 820 والرام 4 جيجا، وده مخليه هو عملاق والتوب بتاع الجيمز حقيقة جالاكسي اس 7. جالاكسي اس 7 من افضل الاشياء في الالعاب. وبعدين رقم 2 هو هواوي اكس بي، ده تقريبا نفس قوه الاكس 7، الفرق بينهم 10 ملي. ده دوت البروسيسور بتاعه 820 اللي هو اس 7 جالاكسي اس 7 وهواوي اكس بي 810، يعني الفرق لا يذكر بحقيقه، الفرق لا يكاد يذكر كده. طبعا بعدين الاتش تي سي وبعدين الايفون 6 والايفون 6 بلس، دول من افضل الانواع في التليفونات. تاني حاجه لو بتستخدم التليفون بتذاكر عليه او محتاج اي حاجه شاشه كبير يغنيك عن التابلت، يبقى لازم تركز على الشاشه وعلى الرام بتاعه برضو. طبعا دوت يكون البيكسل كويس فيها ويكون معانا. مش هنبص على الايفون دلوقتي، هنبص على الاندرويد، هنبص على شاشه كويسه وكفاءه البيكسل فيها كويسه وزاويه الرؤيه رائعه. يبقى اول حاجه نشوف موبايل ايه، اتش سي 10 وجي 4 وجي 5 واتش تي سي يوليتر وموتور اكسل وايه تاني وزد تي اكس تون وجوجل بيكسل اكس ال وسامسونج جالاكسي اس 8 وبلس، على فكره اس 8 بلس واون بلي. رابع حاجه لو انت بقى يا معلم بتحب تسمع ملفات صوتيه على طول، فلازم سماعه موبايل تكون قويه، ومن اكثر شركتين بيوفروا لك سماعه قويه هما شركه اتش تي سي، بتوفر لك خاصيه البوم ساوند، ودي خاصيه قويه جدا بتكون كويسه جدا في الويب سايت. اقوى حاجه خاصيه البوم سايت اللي نزلت لحد دلوقتي، لانها بتوفر لك ايه، بتوفر لك حاجات كتير في موبايلات تانية بتوفر لك خاصيه البومد، ودي خاصيه كويسه جدا جدا جدا. ومن الاخر في الفيديو دوت فلوسك واستخداماتك هم اللي هيحددوا انت هتشتري اي نوع من التليفونات، هتشتري الغالي ولا الرخيص. طبعا فلوسك وميزانيتك هي اللي بتحدد. في نهايه الفيديو ان شاء الله تعالى ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. شكرا لكم.